الصاحب الذي لم يقل لك يوما اتق الله فلا خير في صحبته. الصاحب الذي لم يقل لك يوما تعال نؤمن ساعة فلا خير في صحبته. الصاحب الذي لم ينفعك بشيء من أمر دنياك أو من أمر آخرتك فلا خير في صحبته. الصاحب الذي يزين لك المعصية ويجملها في عينيك فلا خير في صحبته. وهنا تسأل نفسك عن المحبة بينك وبين صديقك ورفيقك وزميلك، هل هي محبة في الله ولله ومن أجل الله، أم هي محبة لغرض من أغراض الدنيا؟ أنا ليه مصاحبه؟ مصاحبه لمصلحة؟ مصاحبه عشان بيعمل جو حلو؟ نيكوتينج بقى بنكت له وكذا وبطلعني من الجو؟ مصاحبه والله عشان من قلة الصحبية بيقعد معي بقعد معه؟ ولا مصاحبه عشانه دايما لما أشوفه بذكرني بالله؟ تيجي لعنده عندك هموم الدنيا بما فيها فتذهب من عنده وقد ملأ قلبك ثقة بالله وأن الله لن يتركك وأن الله لن يتخلى عنك. هيدا الصاحب. هي واحد من ثلاثة، أي إنسان حتصاحبه حتكون عندك ثلاث حالات، إما إذا أنت همتك أعلى من همته أنك ترفعه، شافك عم بتصلي وشافك عم بتصوم وشافك عم تتقرب من الله سبحانه وتعالى وعم تقرأ قرآن صار مثلك، هذا شيء طيب. وإما أن يخفضك، ما حتزبط أنت وياه تضلكوا نفس المستوى، يا أنت حتطلعه يا هو حينزلك يا حتبعده عن بعض، ما حتزبط وقتك، ما حيزبط مع وقته. أنت رايح تحضر درس هو رايح يحضر ماتش، أنت عندك ساعة بدك تقرأ فيها قرآن هو عنده مسلسل، انت عندك سهرة بدك تقوم فيها الليل او تعتكف في مسجد من المساجد هو عنده سهرة على 400، ما هتمشوا مع بعض، واحد منكم بده يفارق الثاني او يرفعك او انت ترفعه وهو يخفضك. المرء على دين خليله. ما في شاب لجأ الى التدخين ومن بعده للتحشيش صار يتعاطى المخدرات الا وكان في صاحب هو اللي جر له الشغله. ما في شاب كان بعيد عن البنات الا هو الا وفي صاحب زين له انه روح امشي معه واحكي وين صاحبي لك يا كبير انت كيف علقت لهي وكيف عم تحكي مع 14 بنات، عم زين له عمله السيء. ما في شاب ما كان يشرب الخمر الا من ورا صاحبه اجى اعطاه تنكة او اعطاه النين وقال له خذ اشرب عشان تنسى، كله تزيين. بس يوم القيامه حيلعن بعضهم بعض ويتبرأوا من بعض. ما في بنت طلعت بتبرج وحاطه مكياج وحمره وريحه الا ما في وحده قالت لها ضبطي حالك انت وطالعه خلي الشباب يشوفوكي، بركي بكره بتخطب امك بكره بتخطب او خلي واللي بتجي لك تتفزلك بتقول لك ضبطي حالك خلي اللي يشوفك يصلي على النبي. لا الله يبارك فيكي صلى الله عليه وسلم. بدك صاحب يفديك بنفسه، صاحب اذا وقعت بيوم من الايام بالدنيا بعد رب العالمين هو اللي يسندك. علي رضي الله عنه يقول فيما ينسب اليه: ان اخاك الحق من كان معك، ومن ضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. عندك هالصاحب انت بتخرج حرام نفسك، ما عم بقول لك روح اطش للناس كلها وما تمشي معه، لا بالعكس كل المسلمين خير وبركه، بس انا اللي بدي اضرب صاحبته ورايح جاي معه وامين سري واعتبره واحد من اهلي، مين هو اللي يكون؟ ما بقرب الا من كان قريبا من الله.